صباح الخير مشاهدينا بالتوقيت الأمريكي، يوم جديد آخر في الولايات المتحدة يحمل كثيرا من المواضيع المتنوعة التي يتابعها العالم والأمريكيون بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، ومنها مع استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، بلينكين يشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ويقول إن المزيد من التصعيد سيجعل الوضع أكثر صعوبة. تقارير أمريكية تؤكد أن السلطات ستصدر اتهامات جنائية بشأن اختراق إيراني لحملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب. ومسؤول دفاعي أمريكي يقول إن الصين حاولت التستر على غرق أحدث غواصاتها العاملة بالطاقة النووية. وبعد ضربه فلوريدا بقوة إعصار من الفئة الرابعة، المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يقول إن هيلين ضعف وبات عاصفة استوائية. صباح الخير مجددا مشاهدينا الكرام أينما كنتم. قبل أن نستعرض مواضيعنا ننتقل إلى زميلة سهام عثمان ونتصفح معها أبرز عناوين الصحف الأمريكية لهذا اليوم. صباح الخير سهام. يسعد صباحك محمد، أهلا بكم مشاهدينا. إذن في نهاية هذا الأسبوع بالولايات المتحدة لا يزال صراع وتوتر بالشرق الأوسط مستأثرا بعناوين الصحف الأمريكية لهذا الصباح. نستهل هذه الجولة مشاهدينا من نيويورك تايمز التي تطرقت لآمال النازحين الإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم بشمال إسرائيل، أشارت كذلك إلى الشكوك التي تعتري البعض بشأن أفق المستقبل وكيف أنهم فقدوا الثقة في الحكومة لأنها لم توفر لهم الدعم الكافي. أما صحيفة وول ستريت جورنال فتطرقت إلى أوامر نتنياهو للجيش بمواصلة القتال ضد حزب الله، ملقيا بذلك شكوكا على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار ومنع اجتياح إسرائيلي محتمل للبنان. صحيفة واشنطن بوست تطرقت أيضا في هذا المقال إلى خطاب نتنياهو المرتقب في الأمم المتحدة وأشارت إلى إجماع بين خبراء إسرائيليين وإقليميين على أن التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة لا يخدم مصالح نتنياهو الشخصية، وإن أحد أسباب ذلك هو أن أعضاء ائتلافه اليميني يريدون استمرار هذه الحرب. نختم مع مقال آخر لواشنطن بوست مشاهدينا يشير إلى تردد إيران في التدخل لصالح حزب الله في لبنان. تطرق هذا المقال أيضا إلى تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الأمم المتحدة والذي قال فيه إن حزب الله قادر عن الدفاع عن نفسه وعن لبنان، طبعا على حد قوله. إذن مشاهدينا هذه أبرز هذه العناوين، عناوين ومقالات الصحف الأمريكية لهذا الصباح. بالتأكيد سنتابع المزيد معك في أمريكا هذا الصباح حول ذات الملف. محمد عودة إليك. شكرا لك سهام. في ذات المواضيع لكن إخبارية، نفذت مصادر أمنية لبنانية بأن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية أغارت على 14 قرية في جنوب لبنان بالإضافة إلى 5 أخرى بمنطقة البقاع منذ فجر الجمعة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي استهدافه مخازن أسلحة لحزب الله في تلك المناطق. في المقابل ذكرت مصادر إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة خليج حيفا حيث ورد سقوط صاروخ في البحر وآخر شمالي المدينة، في حين أعلن حزب الله إطلاق رشقة من الصواريخ على مدينة طبرية التي تبعد 30 كيلومترا عن الحدود، وذلك ردا على استهداف القرى اللبنانية حسب بيان صادر عنه. أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأونروا بمقتل 558 شخصا بينهم 50 طفلا إثر تصاعد النزاع في لبنان قبل أيام. وأعلنت الوكالة كذلك أن نحو 200,000 شخص هجروا من منازلهم منذ أكتوبر العام الماضي وحتى 24 من شهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن 490 شخصا احتموا بثلاثة ملاجئ تابعة لها حتى 25 من سبتمبر.
وناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وسط تصعيد غير مسبوق على جانبي الحدود بين البلدين. وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكد خلال اجتماعه مع ديرمر أن المزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله سيجعل الوضع أكثر صعوبة، فيما يجري الحديث حاليا عن مبادرة أمريكية فرنسية لوقف إطلاق النار مدتها 3 أسابيع تدرسها الحكومة الإسرائيلية ولبنان، وذلك على وقع استمرار الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل. نرصد مشاهد هذه التطورات المتلاحقة وردود الفعل عليها مع مراسلينا محمد الصياد من القدس وبعد قليل مراسلتنا من بيروت سحر أرناؤوط. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد، عن جديد التصريحات، آخر التفاصيل، التعاطي مع الخطة المقترحة بوقف مؤقت لإطلاق النار، ثم أيضا ما يرشح عن العمليات العسكرية عند الحدود. فعلا محمد، هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة، خصوصا في القصف الجاري والمستمر فيما يتعلق بقصف أهداف تتبع لحزب الله كما يقول الجيش الإسرائيلي، في صيدا، في النبطية، في العديد من المناطق، إضافة إلى ضرب المنصات التي أطلقت منها القذائف الصاروخية نحو مدينة طبرية في وقت سابق اليوم. هذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي. كان هناك دوي سفارات إنذار اليوم في طبرية، حيث أطلقت قذائف صاروخية أو ما يقارب 15 قذيفة بحسب وسائل إعلام محلية نحو تلك المدينة، إضافة إلى أيضا حيفا صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 10 قذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه خليج حيفا، إضافة إلى 4 مسيرات تم اعتراضها عند منطقة رأس الناقورة في البحر. وبالتالي هذه العمليات والاستهدافات تتواصل من قبل حزب الله، والجيش الإسرائيلي يقول إنه يعترض أو تسقط هذه القذائف في مناطق مفتوحة زراعية أو أنه يعترضها. أيضا في التطورات الميدانية، إضافة إلى القصف الإسرائيلي فيما يتعلق بأهداف تتبع لحزب الله في جنوب لبنان أو في مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل بأنه أنهى استكمل عملية تجنيد لوائي احتياط، اللواء 6 إضافة إلى اللواء 228 إضافة إلى عدة كتائب إضافية، وفتح أخزنة أو مستودعات أسلحة للطوارئ، وأيضا بعث بهذه الألوية والكتائب إلى المنطقة الشمالية استعدادا لأي مناورة برية قد إن أعطى المستوى السياسي تعليماته للمستوى العسكري أو للجيش لينطلق بهذه المناورة من أجل إنشاء منطقة عازلة أو الدخول أو الاجتياح البري للمنطقة للأراضي اللبنانية، خصوصا في المناطق الحدودية الجنوبية للبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يستكمل تدريباته خلال هذا الأسبوع، يستكمل أيضا تجنيد مزيد من القوات الاحتياط، لأنه بعث بفرقة كاملة لكن من قوات النظاميين في وقت سابق من الأسبوع الماضي. ها هو أيضا يضع قوات جديدة من الاحتياط ربما للضغط أيضا على حزب الله. فيما يتعلق بالتطورات السياسية، هناك ضغط كبير على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المستوى العسكري ومن الأوساط السياسية، حتى ضغط شعبي باستمرار الحرب واستمرار هذه الضربات ضد حزب الله. هناك شعور محمد في إسرائيل بتحقيق إنجازات كبيرة ربما لم يكن يتخيلها البعض حتى في إسرائيل فيما يتعلق بما يجري ضد حزب الله في لبنان. نعم. هناك بحسب المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين إنجازات. نعم. تربك حسابات حزب الله اليوم. حتى قبل قليل محمد، نقطة أخيرة، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي وأجرى تقييما للوضع في الحدود الشمالية وتحدث عن هذه النقطة وبأن حزب الله يفقد سيطرته ويفقد سلطته ويفقد قوته. أشكر. ويجب أيضا تعميق مثل هذه الضربات. محمد الصياد مراسلنا من القدس، شكرا جزيلا لك. سحر أرناؤوط مراسلتنا من بيروت تلتحق بنا عبر الهاتف. سحر، كيف هو الوضع عند المناطق الحدودية، الغارات، التوتر عند منطقة الحدود؟ أيضا هنالك بيان صدر من حزب الله بخصوص هذه التطورات.
نعم بالفعل إذا أردنا أن نبدأ بالبيانات التي أصدرها حزب الله، هو أصدر 4 بيانات اليوم عن 4 عمليات، أبرزها هي التي ذكر فيها أنه استهدف حيفا مرة جديدة، وطبعا استخدم هذه الصواريخ ثقيلة فلق 1 وفارس 3 وغيرها من الصواريخ من طراز جديد أدخلها حزب الله إلى منظومته العسكرية في مواجهته في الجنوب اللبناني. بكل الأحوال الجنوب والبقاع على باك البقاع الغربي أيضا، كل هذه المناطق لم تتوقف عنها الغارات الإسرائيلية التي شنت منذ ليل أمس وطبعا استمرارا حتى ساعات الفجر الأولى، وحتى هذه اللحظات كان هناك غارة وصفت بأنها قوية جدا استهدفت بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط. الصور التي تريدنا من هناك من مكان الغارة تبرز أو تظهر حجم الدمار الكبير الذي أسفرت عنه هذه الغارة، والتي أدت إلى تدمير عدد كبير أو حي بأكمله إذا صح التعبير، وأدت طبعا حسب مصادر أمنية إلى وقوع عدد كبير من الشهداء وعفوا من يعني الضحايا بين العائلات حسب التقارير التي ترد من المصادر الأمنية. عدد كبير من العائلات كانت تقيم في هذه المنازل لا تزال تحت الأنقاض، وتعمل فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني على رفع هذه الأنقاض ورفع الردم ورفع يعني ما تم هدمه بسبب هذه الغارة لانتشال ما يمكن انتشاله من ناجين إذا كان هناك من ناجين طبعا، ونقل المصابين إلى المستشفيات. بكل الأحوال البقاع أيضا لم يسلم اليوم من الغارات. كان هناك غارة على طريق بعلبك حمص الدولية، وطبعا أدت إلى أضرار كبيرة في بدناي 3 قتلى من الجنسية السورية وعدد طبعا كبير من الجرحى. ولابد يعني أذكر ولو على عجالة بأن حركة النزوح من لبنان إلى سوريا تزداد بشكل كبير، إن في صفوف النازحين السوريين أو حتى اللبنانيين. المفوضية العليا للاجئين ذكرت في بيان لها بأن العدد فاق 30,000. صحراء ناوط من بيروت، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. فقرات أمريكا هذا الصباح مستمرة معكم، وهو صباح ماطر ورطب دون برودة أقرب إلى الدفء، أليس كذلك سهام؟ بالتأكيد محمد، بدأنا في بواكير أجواء الخريف، ربما جو دافئ في العاصمة لكنه في أروقة الأمم المتحدة. يعني هو دافئ صحيح لكنه ليس دافئا أو أكثر دفئا وحركية من أروقة الأمم المتحدة، إذ تستمر أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ينضم إلينا منها مراسلنا توني نداف، إضافة إلى وفاء إجباعي. سنحاول ربما الحديث عن آخر الاجتماعات في الأمم المتحدة، آخر النقاشات، وماذا لدينا اليوم في نيويورك. توني صباح الخير. صباح الخير سهام، صباح الخير لجميع المشاهدين من نيويورك. طبعا البداية ستكون مع الاجتماعات والفعاليات التي رافقت طبعا انعقاد الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهنا لابد من الإشارة إلى الاجتماع الذي التقى خلاله الوزير أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الذي التقيا طبعا لمناقشة ضرورة التوصل إلى وقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وضرورة التوصل لوقف إطلاق نار لمدة 21 يوما بحسب ما جاء في المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا، وأيدته العديد من الدول من بينها كندا وأستراليا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول وأيضا قطر. هذا المقترح الذي تم مناقشته في هذا الاجتماع بين بلينكين والوزير الإسرائيلي ديرمر أكد أيضا على ضرورة التوصل إلى تسوية دبلوماسية من شأنها ضمان عودة المدنيين إلى ديارهم على جانبي الحدود. وأيضا تم مناقشة في هذا الاجتماع بين الوزير بلينكين والوزير الإسرائيلي التشديد على أهمية عدم الاستمرار في هذا التصعيد، لأنه بحسب ما قال الوزير بلينكين سيصعب من إمكانية تحقيق هدف عودة
عودة النازحين المدنيين إلى ديارهم. ويبدو أن الاجتماع أيضا تطرق بحسب ما أشارت المصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، تطرق أيضا إلى الجهود المستمرة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، ويضمن طبعا إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب بشكل تام. كما تطرق الوزير الإسرائيلي والوزير الأمريكي أيضا أنتوني بلينكن إلى موضوع الخطوات التي تعين على إسرائيل اتخاذها من أجل تحسين وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية في غزة. على جانب آخر، وبالعودة إلى مقر الأمم المتحدة، اليوم الكل يترقب الخطاب الذي سيلقيه بنيامين نتنياهو. طبعا سيلقي كلمة إسرائيل في المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بنيامين نتنياهو طبعا سيتطرق للعديد من المسائل والموضوعات الهامة التي تأتي في هذا التوقيت الحاسم وسط الحرب المستمرة في غزة والتصعيد المستمر على الجبهة الشمالية لإسرائيل مع حزب الله. أيضا في تمام الساعة 3 بعد الظهر اليوم، سهام، سوف يعقد مجلس الأمن جلسة بشأن الأوضاع في غزة ضمن إطار بند جدول الأعمال القضية الفلسطينية على جدول الأعمال طبعا لمجلس الأمن. هذا بشكل عام كل ما نترقبه لهذا اليوم، وسنقوم برصده طبعا خلال النهار. لديك الكثير لتنقله اليوم عبر شاشات الحرة. موفق دائما توني، نلتقيك بالتأكيد في ساعتنا الإخبارية لنهار اليوم. شكرا جزيلا توني. إليك وفاء، يسعد صباحك وفاء. إذا ملف مهم كذلك يتم تداوله والبحث فيه، هناك ردود أفعال كثيرة، إعلان مرتقب بتوجيه اتهامات جنائية لإيرانيين في ملف اختراق لحسابات بريدية لأعضاء من حملة الرئيس ترامب أو الرئيس السابق دونالد ترامب. ماذا في تفاصيل وجعبة هذا الملف؟ نعم، صباح الخير سهام. طبعا نحن بانتظار الإعلان الرسمي من وزارة العدل الأمريكية، ستوجه الاتهام بشكل رسمي لإيرانيين بحسب المعلومات المتداولة هنا، بتهم جنائية لاختراقهم يعني الحسابات البريدية لعدد من أفراد حملة الرئيس السابق دونالد ترامب في يونيو ويوليو الماضيين، وتوجيه رسائل أو بريد رسائل بريد إلكتروني لأعضاء من حملة الرئيس بايدن عندما كان مرشحا بطبيعة الحال للانتخابات الأمريكية، طبعا تحمل معلومات حصلوا عليها من هذا الاختراق، وأيضا توجيه الرسائل الإلكترونية لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية. حتى الآن لا نعلم عدد هذه الاتهامات الجنائية، لا نعلم طبيعة الاتهامات، وأيضا عدد الأشخاص الذين ستوجه لهم هذه الاتهامات. بحسب طبعا يعني بعض المطلعين على التحقيقات، فقد وجهت بالفعل هيئة محلفين بالأمس الخميس التهم الجنائية لإيرانيين لضلوعهم بمثل هذه الأعمال الخبيثة في محاولة للتأثير على حملة ترامب وتقويض هذه الحملة، وبطبيعة الحال التأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة. أيضا يعني نتذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي كان أصدر الأسبوع الماضي بيان تحدث فيه بإسهاب عن هذه الأعمال أو النشاطات الخبيثة التي يقوم بها إيرانيون من أجل تقويض العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة، التأثير في حملة ترامب، وأيضا في نتيجة هذه الانتخابات. أيضا يعني أشير إلى أن يعني بالفعل أحد المتهمين وهو من جنسية باكستانية كان أدين بتهمة التخطيط لاستهداف أو اغتيال مسؤولين أمريكيين على رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب. طبعا هذا المسار القانوني يعني يتجه نحو التصعيد بعد يعني الإعلان، بعد أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن التهم. طبعا هذا المسار القانوني يصب أيضا في إطار الجهود التي تقوم بها
الحكومة الفيدرالية من أجل مواجهة هذا التهديد الإلكتروني السيبراني بالتأكيد سنتابع. من دول عدة على رأسها إيران. سنتابع ونبقي عينا دائما على هذا الملف وتفاصيل هذا الملف. يسعد صباحك، يومك جميل إن شاء الله وموفق. وفاء إشباعي من واشنطن وتوني نداف من نيويورك، شكرا جزيلا لكما. وقبل أن واصل معكم في أمريكا هذا الصباح مشاهدينا، نتوقف في جولة سريعة لأهم الأخبار العالمية. أفادت مراسلة الحرة في قطاع غزة بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في شارع الرشيد غرب مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية بأن مواطنين اثنين قتلا في استهداف مجموعة من الغزيين كانوا يجمعون الحطب بحي الشجاعية شرقي المدينة. وفي مدينة رفح جنوب القطاع تحدث شهود عيان عن نسف الجيش الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي التنور شرق المدينة بالتزامن مع توغله في بلدة الفخار شرق مدينة خان يونس تحت غطاء كثيف من النيران والقذائف المدفعية. اندلعت مواجهات بين عشرات من الفلسطينيين من سكان بلدة بيتا والجيش الإسرائيلي في محيط جبل صبيح جنوبي نابلس بالضفة الغربية. ونقلت مراسلة الحرة عن مصادر طبية قولها إن عددا من الأشخاص أصيبوا بالاختناق. وأضافت بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة شرقي نابلس وسط اندلاع اشتباك مسلح دون تسجيل إصابات أو اعتقالات. قتل 5 من جيش النظام السوري جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود مع لبنان، وفق ما نقل إعلام النظام عن مصدر عسكري. جاء هذا القصف الجمعة غداة إعلان الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلاته قصفت بنا تحتية عند الحدود السورية اللبنانية يستخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان، والتي استخدمتها المنظمة الإرهابية ضد مدنيين إسرائيليين. إلى السودان، أعلنت ما تعرف باسم تنسيقية لجان مقاومة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربية السودان، أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى القصف الذي نفذته قوات الدعم السريع أمس على سوق شعبية بالمدينة إلى 18 قتيلاً. أفاد مراسل الحرة بأن طيران الجيش نغارات على تجمعات لدعم السريع وسط مدينة الخرطوم ومنطقة السوق العربي بعد أن عززت انتشارها في المنطقة، فيما ردت قوة الدعم السريع بقصف وسط الخرطوم. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وصون كافة مؤسساته الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وهذا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث بحثا تطورات الأوضاع على الأرض. أكد أبو الغيط خلال الاجتماع أكد جاهزية الجامعة العربية لبذل أي مساع حميدة لدعم السلام والاستقرار في السودان. قال مسؤول في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا اليوم، قال إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم حين انهار منجم ذهب غير قانوني، بينما لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن 7 مفقودين هناك. ذكر رئيس وكالة مواجهة الكوارث بالإقليم، ذكر بأن منجم الذهب غير القانوني في منطقة سولوك انهار بعد هبوط أرضي مساء الخميس بسبب الأمطار الغزيرة، واضحا بأن الضحايا هم السكان الذين ينقبون عن الذهب يدويا. مستمرون معكم في أمريكا هذا الصباح مشاهدينا، وبعد الفاصل نتابع
تقارير أمريكية تؤكد أن السلطات ستصدر اتهامات جنائية بشأن اختراق إيراني لحملة المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب. أمريكا هذا الصباح متواصلة معكم مشاهدينا، ولكن قبل الخوض في باقي ملفات أمريكا هذا الصباح ننتقل الآن مباشرة إلى غرفة الأخبار مع حيدر المحرابي ليعرفنا اليوم على أبرز ملفات الحرة الليلة. حيدر، صباح الخير، ماذا سنناقش اليوم؟ صباح الخير عليك سهام وعلى محمد. في الحرة الليلة هناك الكثير من المواضيع، ولكن سنركز على آخر تطورات الميدانية بطبيعة الحال بين إسرائيل وحزب الله، وأيضا العمليات العسكرية التي اعتمدت على جهود استخباراتية إسرائيلية وصفت بالناجحة. سنتساءل إذا كانت بالفعل هذه ناجحة، ونقيسها بما حصل في 7 أكتوبر من العام الماضي حينما هجمت حماس على المستوطنات والقرى القريبة من قطاع غزة. هناك أيضا موضوع آخر سنناقشه، وهو الآراء المتضاربة لنتنياهو كما يصفها البعض بشأن مسألة إيقاف الحرب في لبنان. أيضا سنتساءل عن هذه الرسائل المتضاربة، لماذا يعتمد نتنياهو هذا الأسلوب، وهل سيتخذ ذات السيناريو الذي اعتمده في مسألة الوصول إلى صفقة مع قطاع غزة. وكما ذكرت هناك موضوعات أخرى ستتم مناقشتها في الحرة الليلة. سنتابعك بالتأكيد، موفق دائما محمد أو حيدر، وكذلك يوم سعيد في هذا الإطار. مستمرون معكم في أمريكا هذا الصباح، عودة إليك محمد، ماذا لدينا أيضا ضمن جولاتنا؟ شكرا لك. إذن قبل العودة إلى محمد إليكم هذا الخبر، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات الفيدرالية تعتزم الإعلان عن اتهامات جنائية تخص الاختراق الإيراني المشتبه به لرسائل بريد إلكتروني تخص أعضاء في حملة المرشح الجمهوري لرئاسة دونالد ترامب. ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة بأن إيرانيين تمكنوا من الوصول إلى بيانات وملفات مأخوذة من حسابات البريد الإلكتروني لمستشاري ترامب، بما في ذلك مستندات داخلية استخدمت لتقييم الشريك المحتمل لترامب في الانتخابات، وذلك قبل الإعلان عن إعلان جي دي فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس. عودة إليك محمد، نتحدث ربما في ملف عن أخبار التكنولوجيا، ماذا لدينا؟ نعم سهام، قبل قليل عندما عدت إلي كنت أبحث في الأنحاء هل بإمكاننا أن نجد المزيد من الأخبار التي تبتعد قليلا عن أخبار شرق الأوسط وترتبط بالتكنولوجيا، لكنها مرتبطة بالسياسة. سهام شكرا لك. أفاد تقرير شركة مايكروسوفت في 8 أغسطس بأن قراصنة إيرانيين أرسلوا رسالة تصيد متطورة في يونيو إلى مسؤول رفيع في حملة الرئاسية. أفادت إدارة الأمن السبراني في شركة جوجل بأن الإيرانيين حاولوا اختراق حملة بايدن أيضا، لكن لا توجد مؤشرات على أن محاولاتهم تلك قد نجحت. منذ
أغسطس الماضي عكفت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب على جمع الأدلة والوثائق وإجراء المقابلات، وحتى قامت بزيارة موقع العملية من أجل تحديد الثغرات التي سمحت بهذا الخرق الأمني الذي كاد أن يودي بحياة ترامب. رئيس اللجنة أكد أن التحقيق توصل إلى 3 عوامل أدت إلى هذا الفشل الأمني. There were security failures on multiple fronts. كان هناك إخفاقات أمنية على جبهات متعددة. حتى الآن حدد تحقيقنا 3 عوامل رئيسية. أولاً، فشل جهاز الخدمة السرية في التخطيط، مما خلق ارتباكاً بين الشركاء المحليين في سلطات إنفاذ القانون. ثانياً، عدم إغلاق الجهاز جميع المنافذ المؤدية إلى مكان التجمع. ثالثاً، لم تكن الاتصالات الأمنية وهيكل القيادة متماسكين، وكانت المعلومات في لحظة الأزمة تمر عبر الاتصالات اللاسلكية والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية ببطء شديد. جلسة الاستماع حضرها عدد من أفراد سلطات إنفاذ القانون المحليين. هم لا يتحملون مسؤولية الفشل الأمني، بل أن جهاز الخدمة السرية تحمل المسؤولية كاملة، وهم حضروا بشكل تطوعي لخدمة التحقيق كما قالوا. منذ 13 يوليو تعاوننا مع تحقيقات من جهات متعددة، وفعلنا ذلك من دون استدعاء. ليس لدينا ما نخفيه، وسنستمر في التعاون لأن الشعب الأمريكي يستحق الحقيقة. والأحداث التي وقعت في التجمع الانتخابي في باتلر ليست أقل من مأساة. سيشكل الشر دائما تهديدا، ويجب علينا مراجعة ما نقوم به باستمرار وتعديل عملياتنا والسعي لتحقيق الكمال. لجنة التحقيق ستقدم توصياتها في 13 ديسمبر المقبل، وقد قرر مجلس النواب مؤخرا توسيع مهمة اللجنة لتشمل التحقيق في عملية الاغتيال الثانية التي تعرض لها الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا هذا الشهر. من أمام الكونغرس، وفاء إشباعي، الحرة. من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للبيت الأبيض دونالد ترامب. قال ترامب في وقت سابق أن زيلينسكي طلب لقاءه، وأن الاجتماع سينعقد بمبنى ترامب تاور في نيويورك. كان ترامب صرح مرارا بأنه إن أعيد انتخابه فسيضع حدا للحرب الروسية الأوكرانية في غضون 24 ساعة. مستمرون معكم في أمريكا هذا الصباح. أعود إلى سهام. شكرا محمد. أعلن مسؤول دفاعي أمريكي بأن الصين حاولت التستر على غرق أحدث غواصاتها العاملة بطاقة نووية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس بريس. ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن الحادث يثير أسئلة أخرى أكبر حول مسؤولية البحرية الصينية والرقابة على صناعة الدفاع الصينية التي عانت منذ فترة طويلة من الفساد. وردا على سؤال بهذا الشأن، قالت وزارة الخارجية الصينية إنه لا علم لديها بالحادث المذكور. أما صحيفة وول ستريت جورنال كانت أول من نشر تفاصيل هذه الحادثة، حادثة الغرق التي وقعت في حوض لبناء السفن في ووهان مايو الماضي. نشرت الصحيفة يومئذ صورا التقطتها أقمار صناعية ظهرت فيها رافعات كبيرة استخدمت لانتشال هذه الغواصة.
فيما وصف بالفضيحة العسكرية للصين، بكين تتكتم على غرق غواصة نووية. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أحدث غواصة هجومية صينية تعمل بالطاقة النووية غرقت الربيع الماضي. وأضافت الصحيفة أن حادثة غرق الغواصة تشو وقعت في مايو أو مطلع يونيو في مرسل السفن قرب مدينة ووهان، وتابعت بأن الغواصة صنعتها شركة حكومية ومفترض أنها مجهزة بتقنيات توفر قدرة كبرى على المناورة. نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول دفاعي أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أنه ليس من المستغرب أن تحاول البحرية الصينية التستر على واقع غرق غواصتها الجديدة، مضيفا أن الحادث يثير أسئلة أخرى أكبر حول مسؤولية البحرية الصينية والرقابة على صناعة الدفاع الصينية التي عانت منذ فترة طويلة من الفساد. وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أن أجهزة الاستخبارات في الجزيرة كانت على علم بحالة تتعلق بغواصة نووية صينية قيل إنها غرقت. في حين أننا تابعنا التقارير الإعلامية المتعلقة بالغواصة الصينية، فقد أجرينا أيضا بعض التحقيقات الخاصة ولدينا فهم للوضع من خلال أساليب الاستخبارات والمراقبة المتعددة. ويمثل الحادث انتكاسة للصين التي تسعى إلى تحديث أسطولها البحري الذي يعتبر الأكبر في العالم، لكنه يضم الكثير من السفن الصغيرة. ومتواصلون مشاهدين معكم في أمريكا هذا الصباح، عودة إليك محمد. شكرا لك سهام. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن بيانات سوق العمل والتضخم تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يسير على طريق ما وصفته بالهبوط الناعم. أضافت يلين لشبكة CNBC بأن هناك ميلا لتهدئة التضخم عبر خفض تكاليف الإسكان، مشيرة أنه بناء على تعليقات مسؤولي الاحتياط الفيدرالي فإن أسعار الفائدة ستستمر في الانخفاض إلى حد الوصول إلى ما يعرف بالسياسة المحايدة. ورغم الارتفاع القياسي الذي حققته الأسهم الأمريكية يوم الخميس، خاصة بعد الأرباح الكبيرة للشركات العاملة في المجال التكنولوجي وعلى رأسها شركة مايكرون تكنولوجي المختصة في صناعة الشرائح الإلكترونية، على الرغم من ذلك إلا أن المعطيات الأولية قبل افتتاح الأسواق هذا الصباح تشير إلى احتمال حدوث انخفاض اليوم في بورصة نيويورك بسبب الترقب قبل صدور البيانات المتعلقة بالتضخم خلال الساعات القادمة. الزميل رفيق طرابلسي أعلم مني بعالم المال والأعمال وهو معنا هنا في السيدي. صباح الخير رفيق. صباح الخير محمد، شكرا. أمامنا بورصة مرتفعة اليوم، يمكن أن تهبط قليلا لكنها مرتفعة تحقق أرباحا ضخمة، ومعدل تضخم في اتجاه الهبوط الناعم، ما الذي يجري؟ نعم، هو سؤال يعني محير نوعا ما للجماهير وحتى للمختصين، لكن لما ننظر في البيانات بشكل دقيق نرى أن الارتفاع الحاصل في البورصة هو حاصل أو تدفعه ماكينة أو آلة الشركات والمؤسسات التكنولوجية العاملة في المجال التكنولوجي، لأنه نلاحظ حاليا أنه مؤشر داو جونز مثلا أو مؤشر ناسداك المعني
بالشركات العاملة في المجال التكنولوجي هو الذي يحقق في نتائج عالية، لأن هذه الشركات وخاصة التي تعمل في مجالات متعلقة بالذكاء الاصطناعي تعرف في الفترة الأخيرة في الأشهر الأخيرة إقبالا كبيرا على منتجاتها، وبالتالي فهي تحقق أرباح كبيرة في الأسواق المالية. في المقابل بالنسبة للتضخم والمتعلق بالمسائل المعيشية للمواطنين في حياتهم اليومية، بالفعل في الولايات المتحدة نشاهد انخفاض طفيف، خاصة بعد صدور البيانات الأخيرة التي صدرت منذ دقائق والتي تقول أن مؤشر الاستهلاك الشخصي قد وصل إلى حد الآن أو بالتحديد خلال الفترة الفارطة من الشهر الفارط نسبة 2.2%. هو ارتفاع، لكن يبقى ارتفاعا متوازنا حسب الخبراء، لأنه أتى أقل بقليل من التوقعات التي كانت قد تقول ربما ستكون أكثر من 2.2%. وبالتالي فإن وزارة الخزانة عندما تقول هناك نزول أو تضخم يعني بشكل يعني نعم هو يعني لتطمين الناس ولتطمينهم وتركهم يعني يشعرون بأن الاقتصاد متوجه في طريق يعني إيجابي، لأن الجانب النفسي يؤثر على خيارات المستهلكين وخيارات المستثمرين، وبالتالي تؤثر على من يريدون شراء المنازل الآن يجب أن يستعدوا من هذه اللحظة. شكرا لك رفيق طرابلسي على هذه الصورة المالية لهذا الصباح. إذن مشاهدينا مستمرون معكم في أمريكا هذا الصباح، بينما أدردش أنا ورفيق ننتقل إلى سهام. إلى أحوال الجو ننتقل محمد ومشاهدينا، حيث قال المركز الوطني للأعاصير قال إن إعصار هيلين كان عاصفة خطيرة من الفئة الرابعة عندما ضرب اليابسة بولاية فلوريدا، لكنه تراجع بسرعة مع اندفاعه إلى الداخل وخفض تصنيفه إلى عاصفة استوائية في غضون ساعات قليلة. دخل الإعصار هيلين الخطير البر في منطقة بيج بن بولاية فلوريدا بقوة إعصار من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي في 5 فئات بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير. يتحرك هيلين بعد تحوله إلى عاصفة استوائية يتحرك باتجاه ولايتي جورجيا وتينيسي. فادية سليم معنا في الاستوديو. فادية صباح الخير، هل ممكن أن نقول أن العاصفة مرت بسلام على سواحل فلوريدا؟ مرحبا سهام، شكرا لك. لم تمر فعلا بسلام لأنها ما زالت عاصفة خطيرة. السلطات في ولاية فلوريدا لا تزال تحذر من هذه العاصفة. هي بالفعل عندما ضربت ولاية فلوريدا ضربت منطقة تسمى بيج بند. هذه المنطقة تقع على الساحل الغربي لولاية فلوريدا، وبالتالي هي منطقة قريبة من مدن تامبا، سان بيت وساراسوتا. هذه المناطق هي الأكثر تضررا لأن هذا الإعصار، إعصار هيلين، عندما ضرب هذه المنطقة كان عاصفة من الفئة الرابعة، وهذا يعني أنه عاصفة خطيرة. الآن عندما اتجه أكثر نحو اليابسة ودخل إلى الداخل واتجه نحو الداخل في الولايات المتحدة شمالا، فقد الكثير من قوته وتحول إلى عاصفة مدارية، وبالتالي الآن هي عاصفة تحمل الكثير من الأمطار، تحمل رياح شديدة لكنها ليست إعصار. الآن وصلت هذه العاصفة إلى ولاية جورجيا، إلى نورث كارولينا، وأيضا إلى ساوث كارولينا وتينيسي، وربما أيضا ألاباما. لكن الأضرار التي وقعت في ولاية فلوريدا هي أضرار كبيرة. السلطات تقول أنها لا تزال تحصي هذه الأضرار، لكن هناك الكثير من الأشجار سقطت، هناك ضحايا أيضا، هناك عبارة عن 4 ضحايا. هناك شخص لقي حتفه في ولاية فلوريدا في تامبا، هناك أيضا شخصان قتلا أيضا وهم ضحايا لهذا الإعصار في جورجيا، وأيضا هناك طفل أيضا لقي حتفه في نورث كارولينا. إذا ما زالت هذه العاصفة عاصفة قوية، شدتها يعني كانت قوية جدا في الساحل الغربي لفلوريدا، الآن هي أقل قوة لكنها لا تزال عاصفة شديدة. هناك مخاوف من فيضانات ومخاوف من رياح شديدة، الآن تصل سرعتها إلى 70 ميل في الساعة. سننتظر ما الذي يحصل تحديدا في تينيسي وكذلك في جورجيا، ليس كذلك فادية؟ يعني هنا حتى لا نعرف ولا نعلم حجم التخوف حتى هذه الساعة. سنواكب المزيد معك في ساعتنا المقبلة. شكرا فادية سليم، شكرا لك.
نذهب بكم إلى نيويورك مشاهدينا، ونتحول هناك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لنقل كلمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. نتابع. لا يزالون محتجزين رهائن في غزة، ومعنا أيضا إيزار ليفشيتس من كيبوتس ويل أودز والذي محاه الإرهابيون. تمكن من إطلاق سراح أمه لخافن، ولكن أباه لا يزال قابعا في جحيم حماس تحت الأرض. أعدكم مرة جديدة بأننا سنعيد أحباءكم إلى الديار، ولنألو جهدا إلى حين تأمين هذه المهمة تماما. سيداتي سادتي، إن لعنة السابع من أكتوبر بدأت عندما اجتاحت حماس إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، ولم تنتهي هناك. أرغمت إسرائيل بالدفاع عن نفسها على 6 جبهات أخرى للحرب نظمتها إيران. في 8 من أكتوبر اعتدى علينا حزب الله من لبنان، ومنذ ذاك الحين أطلقوا أكثر من 8,000 صاروخ ضد بلداتنا ومدننا ومدنيين وأطفالنا. وبعد أسبوعين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا المسيرات والصواريخ على إسرائيل، و 150 ضربة، ومنها في الأمس ضربة استهدفت تل أبيب. أيضا ميليشيات إيران في العراق أيضا استهدفت إسرائيل عدة مرات. مدعومين من إيران قام الإرهابيون الفلسطينيون في يهودا والسامرة باعتداءات على إسرائيل، وفي أبريل الماضي للمرة الأولى أبدا اعتدت إيران مباشرة على إسرائيل انطلاقا من أراضي إيران، وأرسلت وأطلقت صواريخ كروز وصواريخ باليستية وغير ذلك. لدي رسالة أطلقها إلى مستبدي إيران، إن ضربتمونا سنضربكم. لا مكان في إيران لا يمكن ليد إسرائيل الطويلة أن تصل إليها، وهذا يصح أيضا على كل الشرق الأوسط. إن جنود إسرائيل قاموا بالكفاح ببسالة عظيمة، ولدي أيضا رسالة أخرى لهذا الحفل وللعالم خارج هذه القاعة. نحن نفوز وننتصر. سيداتي سادتي، وإذ تدافع إسرائيل عن نفسها ضد إيران في هذه الجبهة من 7 جبهات، إن الخط الذي يفصل بين الخير واللعنة هو واضح. هذه هي الخارطة التي عرضته هنا في السنة الماضية، هي خارطة للخير. تظهر إسرائيل وشركائها العرب يشكلون الجسر البري الذي يربط قارة آسيا بالقارة الأوروبية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وعبر هذا الجسر سنضع خطط سكك حديدية وأنابيب طاقة وخطط ألياف بصرية، وهذا سيهدف لتحقيق الخير لمليارات من الناس. دعونا ننظر إلى الخارطة الثانية. انظروا إلى هذه الخارطة، هي خارطة اللعنة. إنها خارطة لقوس الإرهاب الذي فرضته إيران من المحيط الهندي إلى المتوسط. إن خط اللعنة هذا قد قطع الممرات البحرية وعرقل التجارة ودمر الدول من داخلها وعرض الملايين للبؤس. من ناحية إنها مستقبل مشرق مزدهر مفعم بالأمل، ومن ناحية أخرى مستقبل مفعم باليأس والبؤس. إنها لعنة لإسرائيل، عليكم أن تفكروا من جديد، لأن عدوان إيران
إن لم يتم السيطرة عليه سيعرض كل دولة في الشرق الأوسط للخطر والكثير من الدول الأخرى في الدول الغربية في العالم، لأن إسرائيل تسعى إلى فرض راديكاليتها المتشددة في كل الشرق الأوسط ما يتعداه، وهي تمول شبكات الإرهاب في 5 قارات وتبني الرؤوس الباليستية لتهدد العالم بأسره. لقد هادنا العالم لوقت طويل إيران وقد الطرف عن تجاوزات إيران، على هذه المهادنة أن تنتهي، على هذه المهادنة أن تنتهي الآن. أناشد دول العالم بأن تؤيد الشعب العظيم الإيراني الذي يريد أن يتخلص من هذا النظام الشرير. إن الحكومة المسؤولة يجب أن تساند إسرائيل في التصدي لعدوان إيران، يجب أن ينضموا إلى إسرائيل لوقف برنامج إيران النووي. في هذا المحفل في مجلس الأمن سنعقد مباحثات ومداولات بعد أشهر، وأطالب مجلس الأمن لإعادة العقوبات، إعادة فرض العقوبات على إيران التي فرضها مجلس الأمن. يجب علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لنتأكد من أن إيران لا تحصل أبدا على السلاح النووي. لعقود طويلة حذرت العالم تجاه برنامج إيران النووي. إن تصرفاتنا أخرت هذا البرنامج لأجل لم نوقفه وإنما أجلناه. اليوم تحاول إيران أن تحول برنامجها إلى سلاح يهدد أمن وسلام كل بلادكم من أجل أمن وسلامة العالم بأسره. لا يمكن أن نسمح لذلك أن يحدث. أؤكد لكم بأن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لكي لا يتحقق ذلك أبداً. سيداتي سادتي، السؤال أمامنا. ولخص كلمة بنيامين نتنياهو: لن نوقف الحرب ضد حزب الله حتى الآن. الآن إلى خبر طبي وفيه. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول لقاح للإنفلونزا يمكن استخدامه في المنزل عبارة عن بخاخ أنفي. سيتمكن المستهلكون الذين لديهم وصفة طبية من طلبه عبر الإنترنت بدءا من العام المقبل وفقا لصحيفة واشنطن بوست. قالت هذه الشركة المصنعة للقاح أسترازينيكا، قالت إنها ستوفر هذا اللقاح لصيدلية إلكترونية تابعة لطرف ثالث، حيث يمكن للأشخاص الخضوع لتقييم يحدد ما إذا كانوا مؤهلين لاستخدامه. شيء من الرياضة كذلك، أصدر الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية في الولايات المتحدة أصدر بيانا ندد فيه عن الإساءة والتعليقات العنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي التي طالت لاعبات ومدرب فريق كونيتيكت سان. هذه أبرز الملفات، ما الذي لفتك ربما من ملف أو موضوع في هذا الصباح؟ لم نناقشه بسبب تغطية كلمة نتنياهو في الولايات المتحدة، لكن نناقشه غدا بإذن الله مع الزميل تمام وهو عن الذكاء الاصطناعي. شكرا لكم مشاهدينا، الأخبار على رأس الساعة مع سهام. إلى اللقاء.